هل تتذكرون الشاب سيف عباس قطوف؟ هذا الشاب العراقي ابن محافظة بابل، هذا هو سيف، من قضاء الشوملي تحديدا، وهو صاحب مشروع الألف دينار، بناء منازل للفقراء، والذي تمكن من بناء مجمع سكني يضم 25 منزلا، جميعها من أموال التبرعات والأعمال التطوعية. والآن من واجبنا الإعلامي الذي يحتم علينا متابعة الجوانب الإيجابية ونقاط الضوء التي تعطي فسحة الأمل في مسارات التخبط وكثرة الأحداث السلبية المتداولة عبر منصات التواصل. يوم أمس انتشرت أيضا مناشدة للمفوض في الشرطة الاتحادية وصاحب مشروع الألف دينار منزل للفقراء، وهو سيف عباس قطوف. نشر هذه المناشدة آملا من خلالها أن تصل إلى مسامع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لنستمع إلى ما قاله عبر مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي. هذه الرسالة باسم الأيتام والفقراء، هذه الرسالة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. أنا أخوكم وخادمكم المفوض بالشرطة الاتحادية سيف عباس قطوف، مؤسس مشروع الألف دينار، مشروع الألف دينار اللي ياخذ على عاتقه بناء منازل للأيتام والفقراء، للعوائل اللي ما عندها معيل واللي ما تستلم راتب بغض النظر عن راتب الرعاية الاجتماعية. والحمد لله والشكر خلال سنتين وصلنا إلى بناء وتسليم 37 دار، وحاليا قاعد اشتغل مجمع سكني مثل ما تشوفون قدامكم، هذا مجمع سكني 25 دار ايضا راح يتوزع على الايتام والفقراء اللي محافظة بابل مدينة الشوملي ناحية الشوملي جنوب الحلة. طبعا يوميا تجيني مناشدات، اتوقع اول البارحة وصلتني مناشدة، وصلتني مناشدات من بغداد اول البارحة، فقط اول البارحة 1000 مناشدة من عوائل متعففة. الحال ما يساعد، ونوسع عملنا ونشتغل بكل المحافظات. هذه مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء، هذه الناس محتاجتك، هذه الناس يومية قاعد تحملنا أمانة إن أجدك. هواي هواي ناس اتصلت بي، هواي ناس مسؤولين اتصلوا بينا إنه لازم ينذكر اسمهم مقابل دعمهم المادي والمعنوي، ورفضناهم. هذا المشروع ما يرتبط بأي شخصية دينية أو سياسية أو حزبية نهائيا، والحمد لله والشكر مجهود شخصي، دعم الناس إنه ودعم قيادة قوات الشرطة الاتحادية إنه، هذا اللي مسهل عملنا والحمد لله والشكر. هذه المناشدة لك يا دولة رئيس الوزراء باسم الأيتام والفقراء، أطالبك تمنحنا قطعة أرض ببغداد أو في بابل، يعني فد 10 دوانم 15 دوانم 20 دوانم، حتى راح تكون إن شاء الله مجمعات سكنية للعوائل المتعففة، وإن شاء الله راح تكون بأيادي أمينة. عملي موثق من خلال هذا حسابي سيف عباس قطوف، تقدر تدخل على حسابي أو تدز أي شخص يتأكد من هذا العمل، وإن شاء الله عملنا خالص لوجه الله. إذن يعمل سيف عباس قطوف جاهدا لإكمال مشروعه في تغطية وتأمين أكبر عدد ممكن من المنازل للفقراء والمحتاجين والمتعففين ممن لا سكن لهم في العراق. يحاول جاهدا أن يستقطب الجهات الداعمة المستقلة بعيدا عن التحزب والتكتل والسياسة أو أي مآرب أخرى، في حين جاءت تعليقات كثيرة اخترنا لكم بعضا منها، ونبدأ أولى تلك التعليقات من أبو حبيب القرعاوي. يقول أبو حبيب: وفقنا الله وإياكم بفعل الخير، ونتمنى لك الصحة والموفقية لخدمة عوائل الفقراء. تعليق من محمد حسن، يقول محمد: بارك الله بيك ويوفقك أكثر وأكثر لعمل الخير، يا رب يسمع الرئيس مناشدتك. تعليق من زيد علي: للأسف دولة فاسدة ولن تعينك أو تعين المظلومين والمحتاجين. تعليق آخر من رويدة الطائي: والله ما يفيد يا أخي، لوش قد ما تناشد خلي بس قاعدين على الكراسي وما يحسون بالفقير.